نبدأ بمراجعة الدرس. من خصائص التوتر الكهربائي المنزلي؟ تلاحظون في الصورة، هذه صورة لمأخذ التيار. إذن مأخذ التيار كما تلاحظون يحتوي على ثلاثة مرابط. إذن لدينا ثقب رقم 2، ثقب رقم 3، والمربط رقم 1. إذن مأخذ التيار الكهربائي المنزلي مرتبط بثلاثة أسلاك. إذن كما تلاحظون قمنا بترقيم هذه الثقوب، إذن ثقب رقم 2 والثقب رقم 3. إذن سؤال مطروح، كيف نميز بين الثقبين؟ إذا للتمييز بين الثقبين نستعمل المصباح الكاشف الموجود في مفك البراغي. إذا عند توصيل المصباح الكاشف باستعمال مفك البراغي بالثقب رقم 2 أو المربط 2، كما تلاحظون في الصورة نلاحظ توهج المصباح الكاشف، ونقول أن المربط 2 هو مربط التور متصل بسلك التور. إذن هو مربط التور متصل بسلك التور. إذن نقول فيل دو فاز، سلك التور فيل دو فاز. إذن نمر إلى المربط رقم 3، إذن نعيد نفس التجربة باستعمال مفك البراغي. إذن نقوم بتوصيل مفك البراغي أو المصباح الكاشف بالمربط رقم 3، فنلاحظ أن المصباح لا يتوهج. إذن المصباح الكاشف لا يتوهج، ونقول أن المربط رقم 3 هو المربط المحايد متصل بالسلك المحايد فيل نوتخ. إذن ونمر إلى المربط رقم 1. إذن المربط رقم 1 هو المربط الأرضي، وهو متصل بالأرض عبر سلك المأخذ الأرضي بخيز دو تير. المأخذ الأرضي بخيز دو تير. إذن كملحوظة يجب تفادي ربط المأخذ الأرضي بأنابيب الماء المنزلي. إذن لتجنب حدوث السواعق الكهربائية واخطار التيار الكهربائي، يجب تفادي ربط المأخذ الأرضي بأنابيب الماء المنزلي. إذن نمر إلى قياس التوتر بين مربطي المأخذ. إذن نقوم باستعمال، إذن لقياس التوتر الكهربائي كما تعلمون أعزائي التلاميذ وحسب مكتسباتكم السابقة، إذن نستعمل جهاز الفولتمتر. إذن جهاز الفولتمتر للتذكير هو يركب على التوازي، إذن نركبه على التوازي. إذن نبدأ بقياس التوتر بين مربطي سلك التور والسلك المحايد، فنجد أن القيمة الفعالة للتوتر بين سلك التور والسلك المحايد تساوي 220 فولت. إذن كما تلاحظون على شاشة جهاز الفولتمتر تسجل القيمة 220 فولت، ونقول أن التوتر أو القيمة الفعالة للتوتر بين سلك التور وسلك المحايد تساوي 220 فولت. إذن بنفس الطريقة كذلك وباستعمال جهاز الفولتمتر دائما نقوم بقياس التوتر بين سلك المحايد وسلك المأخذ أو السلك الأرضي. إذن فتلاحظون على شاشة جهاز الفولتمتر أنه يسجل القيمة 220 فولت، ونقول أن القيمة الفعالة للتوتر بين سلك التور والسلك الأرضي تساوي 220 فولت كذلك. إذن بنفس الطريقة
سوف نقوم بقياس التوتر بين مربطي السلك المحايد والمأخذ الأرضي. إذن فتلاحظون تسجيل قيمة على جهاز الفولتمتر وهي 0 فولت، 0 فولت كما تلاحظون على شاشة جهاز الفولتمتر، ونقول أن التوتر منعدم بين السلك الأرضي والسلك المحايد. إذن التوتر منعدم بين السلك الأرضي والسلك المحايد. إذن كملحوظة تتراوح قيمة التوتر الكهربائي المنزلي بين 220 فولت و 240 فولت. إذن كخلاصة لما رأيناه، ماذا يستعمل في التركيب الكهربائي المنزلي؟ في التركيب الكهربائي المنزلي يستعمل 3 أسلاك، إذن سلك التور فيل دو فاز، سلك المحايد فيل نوتخ، سلك المأخذ الأرضي خيز دو تير. إذن التوتر الكهربائي المنزلي حسب ما رأيتم في الدرس السابق وتوتر متناوب جيبي. إذن تعرفون ما معنى توتر متناوب جيبي؟ قيمته الفعالة، إذن لقد قمنا بقياس القيمة الفعالة فوجدناها 220 فولت. إذن قيمته الفعالة 220 فولت وتردده 50 هرتز. إذن نمر إلى التعرف على التركيب الكهربائي المنزلي الأحادي التور. إذن التركيب الكهربائي المنزلي الأحادي التور. إذن كما تلاحظون أعزائي التلاميذ، لدينا صورة لتركيب كهربائي منزلي. إذن يوزع كما تلاحظون في الصورة تيار الكهربائي بواسطة سلك التور وسلك المحايد. إذن تركيب كهربائي منزلي يحتوي على عداد، يستعمل العداد لتحديد الاستهلاك الشهري، كذلك لدينا الفاصل التفاضلي. إذن مجموعة من الأجهزة الكهربائية التي نستعملها في المنزل منزلية، مجموعة من المصابيح، إذن قاطع التيار، مجموعة من الصهائر، مأخذ الأرضي متصل بالأرض. إذن كيف تشتغل الأجهزة الكهربائية؟ إذن تشتغل الأجهزة الكهربائية المنزلية والمصابيح باستعمال سلك التور. إذن كما تلاحظون في الشكل، وكما تعلمون أن سلك التور يتميز باللون الأحمر، إذن عادة ما نجده باللون الأحمر، والسلك المحايد باللون الأزرق، إذن عادة ما نجده باللون الأزرق. إذن كيف يتم تركيب الأجهزة ومصابيح الإنارة في التركيب الكهربائي المنزلي؟ إذن كيف يتم تركيب هذه الأجهزة؟ إذن الأجهزة الكهربائية داخل التركيب المنزلي كما تلاحظون هي مركبة على التوازي. إذن تركب الأجهزة الكهربائية على التوازي، إذن تركب الأجهزة الكهربائية والمصابيح على التوازي باستعمال سلك التور والسلك المحايد، إما مباشرة كما هو الشأن بالنسبة للمصابيح، إذن إما مباشرة كما هو الشأن بالنسبة للمصابيح، أو بواسطة مأخذ التيار بالنسبة للآلات الكهربائية المنزلية.
إذن التركيب الكهربائي المنزلي بوجود المأخذ الأرضي. إذن ما دور سلك المأخذ الأرضي والفاصل والصهيرة؟ إذن سوف نتعرف على دور المأخذ الأرضي والفاصل والصهيرة. إذن رأينا التركيب الكهربائي المنزلي، قلنا أنه يتوفر على مأخذ الأرضي والفاصل والصهيرة. لماذا تركب هذه الأجهزة في التركيب الكهربائي المنزلي؟ ما هو دورها في التركيب الكهربائي المنزلي؟ إذن نبدأ بالفاصل التفاضلي. إذن كما تلاحظون في الشبك لدينا وجود الفاصل التفاضلي ووقوع الخلل. إذن دائما هناك احتمال لوقوع الخلل أو العطب. إذن يساهم الفاصل التفاضلي، الفاصل أو الفاصل التفاضلي في الحماية من أخطار التيار الكهربائي المنزلي. إذن هو يساهم في الحماية من أخطار التيار الكهربائي المنزلي عند حدوث صعق كهربائي. إذن عند حدوث صعق كهربائي نمر إلى التعرف على دور المأخذ الأرضي. إذن يعمل المأخذ الأرضي على تسهيل تسرب التيار الكهربائي عبر الأرض. إذن هو يسهل تسرب التيار الكهربائي عبر الأرض في حالة حدوث خلل. إذن كيف يسهل؟ إذن يسهل تسريب التيار الكهربائي عبر الأرض، وهنا يأتي دور الفاصل التفاضلي فيقطع التيار الكهربائي عن الدار الكهربائية، يقطع التيار الكهربائي ما دام الخلل قائما، وبذلك يجنب الصعق الكهربائي عند مس هيكل متصل بسلك التور. إذن هو يجنبنا الصعق الكهربائي وبالتالي يحمي من أخطار التيار الكهربائي. إذن ويقوم بحماية من أخطار التيار الكهربائي. ننمر إلى الصهيرة. لنتعرف على الصهيرة. إذن كما تلاحظون في الشكل، الصهيرة هي تركب على سلك التور. إذن هي تركب على التوالي مع الجهاز وعلى سلك التور. إذن تلاحظون قيمة معينة مكتوبة على الصهيرة، مثلا في الشكل عندنا 16 أمبير متر. إذن ما هو دور الصهيرة؟ إذن كما تعرفون أن الصهيرة تتميز بدرجة انصهار ضعيفة. إذن هي عبارة عن موصل درجة حرارة انصهار ضعيفة. إذن تركب على التوالي مع الجهاز. إذن كما تلاحظون في الشكل كما قلت أنها تركب على التوالي مع الجهاز. إذن عندما مثلا فعندما تتجاوز شدة التيار قيمة معينة تنصهر الصهيرة، وبالتالي تقطع التيار الكهربائي عن الجهاز وتحميه من الإتلاف. إذن هي تحمي الأجهزة الكهربائية من الإتلاف. إذن الصهيرة تحمي التركيب المنزلي عند تجاوز شدة التيار قيمة معينة مسجلة عليها. إذن عندما تتجاوز القيمة المسجلة عليها، فمثلا الصهيرة في الشكل القيمة المسجلة عليها هي 16 أمبير متر. إذا تجاوز التيار الكهربائي هذه القيمة فإن الصهيرة تنصهر، وبالتالي تقطع التيار الكهربائي. إذن لدينا صورة كما تلاحظون على الشاشة. إذن الصورة تبين بعض أنواع الصهائر. إذن كخلاصة،
الأجهزة الكهربائية مركبة على التوازي. إذا داخل تركيب كهربائي منزلي تركب الأجهزة الكهربائية على التوازي. مأخذ الأرضي والفاصل والصهيرة تحمي التركيب الكهربائي المنزلي. إذا هي تحمي تركيب الكهربائي المنزلي والأشخاص من الصعق الكهربائي، وبالتالي تجنبنا أخطار التيار الكهربائي. إذا هي تحمي من أخطار التيار الكهربائي. إذا نمر إلى تمارين الدعم. التمرين الأول، بينما أنا أقرأ التمرين حاولوا أنتم الإجابة عنه. إذن انقل ثم املأ الفراغ بما يناسب. إذن حاولوا أن تملأوا الفراغ بالكلمات أو المصطلحات المناسبة. التيار الكهربائي المنزلي تيار متناوب، إذا كان تردده 50 فإن دوره يساوي، إذن T تساوي سكوند. يعني يكفي تطبيق العلاقة التي درستموها في الدرس السابق للإجابة عن أو حساب الدور، لحساب الدور. بالنسبة للجملة الموالية، يتصل مأخذ التيار المنزلي بسلكين، يسمى أحدهما بسلك والآخر بسلك. إذن يكفي أن تذكروا أسماء السلكين المتصلين بمأخذ التيار المنزلي. الجملة الموالية، يمكن أن نميز بين هذين السلكين باستعمال. إذن كيف نميز بين هذين السلكين؟ ماذا نستعمل؟ الذي يضيء عند اتصاله بالنسبة للجملة الأخيرة، من يمكن من فتح الدارة الكهربائية المنزلية تلقائيا عند حدوث عطب. من سوف أترك لكم مهلة للإجابة عن التمرين. إذن ثم نمر إلى الحل. إذن حل التمرين الأول. إذن بالنسبة للجملة الأولى، التيار الكهربائي المنزلي تيار متناوب جيبي حسب ما درستموه في الدرس السابق. إذا كان تردده 50 أو 50 هرتز، إذن تعلمون أن الهرتز هي وحدة التردد لا فريكونس، فإن دوره يساوي، إذن يجب حساب الدور. إذن بتطبيق العلاقة F بمعنى التردد تساوي 1 على T بمعنى الدور. إذن نطبق العلاقة، إذا كانت F تساوي 1 على T فإن T تساوي 1 على F. نأخذ 1 ونقوم بقسمته على 50 فنحصل على 0.02. إذن T هي الدور تساوي 0.02 ثانية. إذن ثانية هي وحدة الدور أو سكوند. إذن نمر إلى الجملة الموالية، يتصل مأخذ التيار المنزلي بسلكين، يسمى أحدهما بسلك الطور، إذن والآخر يسمى بسلك المحايد. إذن بالنسبة للجملة الموالية، يمكن أن نميز بين هذين السلكين باستعمال المصباح الكاشف. إذا نستعمل المصباح الكاشف للتمييز بين هذين السلكين. إذا هذا المصباح يضيء أو يتوهج
عند اتصاله بسلك التور. يعني عندما قمنا بالتجربة في الدرس لاحظنا أن المصباح الكاشف يتوهج عند اتصاله بسلك التور ولا يتوهج عند اتصاله بالسلك المحايد. إذن هذه طريقة تمكننا من التمييز بين سلك التور وسلك المحايد. إذن نمر إلى الجملة الأخيرة. يمكن الفاصل التفاضلي، إذن نقول الفاصل أو الفاصل التفاضلي، من فتح الدارة الكهربائية المنزلية تلقائيا عند حدوث عطب. إذن يقوم بفتح الدارة الكهربائية مباشرة بعد حدوث العطب، لأنه يعني بالتالي يحمينا من أخطار التيار الكهربائي. إذا نمر إلى التمرين الثاني. دائما بينما أنا أقرأ التمرين وأشرح التمرين، حاولوا أنتم الإجابة معي عن التمرين لكي نقوم بالتصحيح. لن تمثل الصورة جانبه صورة لما أخذ تيار كهربائي، إذن كما رأينا في الدرس، إذن صورة لما أخذ تيار كهربائي. قمنا بترقيم رابط ما أخذ تيار 1، 2، و3. إذن السؤال الأول يقول: حدد طريقتين تمكن من التمييز بين الثقبين 1 و2. إذن كيف نميز بين الثقبين 1 و2 أو المربط 1 و2؟ إذن في الدرس استعملنا طريقتين. إذن أذكر أو حدد الطريقتين. السؤال رقم 2: حدد القيمة الفعالة للتوتر بين المربطين 1 و2. إذن حسب ما درسناه أو درستموه في الدرس، حددوا القيمة الفعالة بين المربطين 1 و2. بالنسبة للسؤال رقم 3: حدد دور المربط 3. نمر إلى حل التمرين. حل التمرين الثاني. للتمييز بين الثقبين 1 و2 يمكن أن نستعمل طريقتين، كما رأينا في الدرس. الطريقة الأولى، إذن يمكن أن نستعمل المصباح الكاشف الموجود في مفك البراغي. نستعمل المصباح الكاشف الموجود في مفك البراغي الذي يضيء عند اتصاله بسلك التور ولا يضيء عند اتصاله بسلك المحايد. إذن إذا قمنا بأخذ مفك براغي استعملنا المصباح الكاشف، قمنا بربطه بالمربط أو الثقب رقم 1 مثلا، ولاحظنا أن مصباح الكاشف يضيء، مباشرة نستنتج أن الثقب رقم 1 هو مربط التور متصل بسلك التور. وإذا لاحظنا أن المصباح الكاشف لا يضيء أو لا يتوهج، مباشرة نستنتج أن الثقب أو المربط رقم 1 هو مربط أو المربط المحايد متصل بالسلك المحايد. إذن نمر إلى الطريقة الثانية. إذن الطريقة الثانية هي قياس التوتر بين المربطين. إذن نأخذ جهاز الفولتمتر ونقيس التوتر بين المربطين. إذن إما نقيس التوتر بين المربطين 1 و3 أو بين المربطين 2 و3، يكفي أن نقيس التوتر بين أحد المربطين. نأخذ جهاز الفولتمتر، نقيس التوتر. إذا لاحظنا أن التوتر بين المربطين 1 و3 يساوي 220 فولت، مباشرة نستنتج أن المربط رقم 1 هو المربط ومربط التور متصل بسلك التور. وإذا وجدنا أو لاحظنا أن القيمة تشير إلى 0 فولت، مباشرة نستنتج أن مربط رقم 1 هو المربط المحايد المتصل بالسلك المحايد. إذن نمر إلى سؤال رقم 2.
إذن القيمة الفعالة للتوتر بين مربطي سلك التور والسلك المحايد، إذن حسب ما رأينا في الدرس لما أخذنا جهاز فولتمتر وقمنا بقياس التوتر بين مربطي سلك التور والسلك المحايد، لاحظنا أن القيمة على جهاز فولتمتر تشير إلى 220 فولت. إذن القيمة الفعالة، قلنا القيمة الفعالة للتوتر بين مربطي سلك التور والسلك المحايد تساوي 220 فولت. إذن نمر إلى السؤال الأخير. إذن السؤال الأخير، ما هو دور المربط 3؟ ده المربط 3 نعلم أنه من خلال ملاحظتنا لما أخذ التيار نتعرف أن المربط 3 هو المربط الأرض، متصل بالأرض عبر سلك المأخذ الأرضي. ده هو المربط الأرضي، متصل بالأرض عبر سلك المأخذ الأرضي. ده دوره أنه يحمي من الصعق الكهربائي، ده هو يحمي من الصعق الكهربائي، حيث يعمل على تسهيل تسرب التيار الكهربائي إلى الأرض، وبالتالي يحمينا من أخطار التيار الكهربائي. إذن أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا قد فهمتم جيدا درس وقمتم بالإجابة عن التمارين وكذلك تصحيح الأخطاء التي ارتكبتموها في التمارين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.